على الرغم من تغيير دور القوات الأمريكية في الداخل العراقي من قوات قتالية إلى قوات استشارية وتدريبية واشنطن بدأت بنشر قوات قتالية في الداخل العراقي والنيويورك تايمز هي التي نشرت هذا الموضوع يوم أمس والتقطت صورا لهذه القوات الأمريكية وهي تغادر إحدى أهم القواعد الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا قاعدة فورت كارسن الموجودة في ولاية كولورادو الأمريكية وهذه الصورة ملتقطة في يوم 12-9-2021 يعني تقريبا قبل تسعة أيام وهم يتوجهون طبعا إلى الداخل العراقي وهنالك صور أيضا نشروها لعدد من القيادات التي تقود هذه القوة إلى الداخل العراقي بالتأكيد ما هي هذه القوة المتوجهة والتي بدأت تنتشر في العراق هذه القوة هي قوة المشاة الرابعة الأمريكية القتالية وهذه طبعا 2000 عنصر من عدهم بدأوا بالانتشار في العراق وسينتشرون في قاعدة عين الأسد وفي قواعد التحالف الدولي الموجودة طبعا في إقليم كردستان وهذه القوة ستبقى في العراق لمدة تسعة أشهر وهذه طبعا القوات ستأتي بديلة إلى قوات حقيقة اللواء المشات القتالية 256 التابعة للحرس الوطني الامريكي المثير ان القوات التي تستبدل بها ما معروف قد عددها هل هي 2000 هل هي 1000 هل هي 1500 ومع العدد اللي اللي هم 2000 جندي امريكي من هذه المشاة القتالية الامريكية المشاة الرابعة تحديدا فواضح جدا بان العدد الامريكي للقوات الامريكية احنا نعرف هم 2500 واحد في الداخل العراقي مما يوضح بانه ليس هنالك اي تغيير في هذا العدد ابدا اذا ما زاد العدد في طبيعه هذا التبديل اللي احنا نشوفه وهذه طبعا القضيه يجب ان نفهم على الرغم من انها قوات قتاليه بحته ولكن هي جايه تحت حقيقه اطار التدريب والدعم للقوات العراقيه من اجل مواجهه ومقاتله تنظيم داعش الارهابي ولكن اذا الفصائل المسلحه جربت مثلا وقامت بالهجوم على هذه القوات كونها قوات قتاليه جاءت حقيقه ستواجه مشكله كبيره جدا لان هذه القوات القتاليه هي مخضرمه، هي طبعا اوجدتها الولايات المتحده الامريكيه منذ عام 1917 يعني منذ الحرب العالميه الاولى هي موجوده خاضت العديد والعديد من المعارك وواحده من اشهر العمليات اللي سوتها في الداخل العراقي هي من اول ما انتشرت بعد الغزو الامريكي في الداخل العراقي، قادت عمليه مشهوره جدا وقامت بالقاء القبض على الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، هذه القوات طبعا احنا سمعنا بها قبل أكثر من شهر ونصف على أساس حقيقة أنها ستأتي إلى العراق يعني قبل هذا اللقاء المهم اللي صار بين رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في البيت الأبيض واللي على أساس اتفقوا بأن تكون القوات الأمريكية قوات استشارية وتدريبية وعلى هذا الأساس الكثيرون توقعوا بأن قوة المشاة الرابعة سترايكر لن تأتي للعراق لأنها قتالية ولكن ها هي بدأت تنتشر في الداخل العراقي بشكل واضح والميدل ايست اي البريطانيه اهتمت بهذا الموضوع وجاءت بتفاصيل مهمه يجب ان نطلع عليها شوف شنو اللي قالت الميدل ايست اي سيحل جنود من فرقة المشاة الرابعة، محل فريق لواء المشاة القتالي 256 التابع للحرس الوطني لجيش لويزيانا لمدة تسعة أشهر، ويصبحون القوة الأمريكية الأساسية للبلاد بأكملها، ولكن هل هذا يعني بأن جو بايدن فجأة بدأ يهتم بالشرق الأوسط وبدأ يرسل قوات قتالية بدلا من عمليات الانسحاب اللي يسويها؟ لا أبدا، فبالإضافة للانسحابات اللي سواها في المنظومات الدفاعية من منطقة الشرق الأوسط من السعودية من العراق وغيرها يوم امس اخر طائره من طائرات البي 52 غادرت قاعده الاعداد القطريه وطبعا هذه القاعده الان اصبحت كما ترون الان فارغه تماما من طائرات البي 52 بعد ما كانت قبل 11 يوم تقريبا هناك ثلاثة طائرات من طائرات البي 52 موجودة كانت تخوض العديد من العمليات في أفغانستان وكذلك كانت تعتبر عاملا رادعا لإيران في هذا الموضوع ولذلك واضح جدا بأن العراق لديه فد اهتمام خاص من إدارة بايدن مقارنة بالمنطقة مع إرسال هذه القوة طبعا إلى الداخل العراقي ولكن وضع القوات بشكل عام في الداخل العراقي فيها مشكلة نوعا ما وتحديدا حلف النيتو يواجه مشكلة يجب أن ننتبه إليها وهذه طبعا المشكلة تبدأ من الأساس مع فرنسا الان فرنسا بعد الصفقه اللي خسروها من صفقه الغواصات التي سحبت منها استراليا واللي خسروا على اساسها 31 مليار يورو فرنسا كان من المفترض ان تتحصل على هذا المبلغ من استراليا واستراليا توجهت الى الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، الان سويسرا ايضا انقلبت على فرنسا انه كان من المفروض هم يسوون استفسارات على طائرات رافال الفرنسيه وكان من المفترض ان تتم هذه الصفقه ويحصلون على اساسها 5 مليارات دولار. بالنسبه للفرنسيين من هذه الصفقه ولكن ايضا السويسريين انقلبوا في هذا الموضوع وما اخذوا هذه الطائرات وتوجهوا للولايات المتحده الامريكيه واخذوا 36 طائره من طائرات الاف 35 وطبعا هذه تسبب مشكله كبيره وخساره للفرنسيين والمشكله من كل هذا اللي دي يصير ألمانيا التي كان من المتوقع أن تقف مع الفرنسيين وأن تأخذ موقفا جيدا من فرنسا لم تتحدث وبقت صامتة وبدأوا يهددون الفرنسيين على طبيعة التحالفات اللي موجودين هم بها وهذا طبعا واضح هنا تأتي النقطة حول حلف الناتو بأنه بدأ يتصدع بشكل كبير ومستمر هذا التصدع وفرنسا بدأت تتهدد كما نتحدث عن التحالفات أي بما معنى أنه ممكن جدا أن تنسحب من حلف الناتو ممكن أن تجمد بعض العمليات اللي هم وممكن جدا أن تعيد الترتيبات مع حلف الناتو فحلف الناتو أصبح في خطر كبير جدا هنا خاصة وأن الفرنسيين من هذه الصفقات قد يستغرب البعض يعني صفقة وراحت لماذا تنزعج فرنسا الصفقات هذه من المفترض ان تساعد الفرنسيين على المستوى الاقتصادي بمستوى عالي، هم يعانون في عدد من المسائل الاقتصاديه اذا ما القينا نظره سريعه عليها فانه هم عندهم ال government debt to GDP اللي هي طبعا حقيقه نسبه مهمه جدا بالنسبه لهم اللي هي نسبه الدين الى الانتاج المحلي الاجمالي، هذه باختصار لو نلاحظ لما وصلوا الى 2020 ارتفعت ارتفاع كبير صارت 115.7 وهذا طبعا بسبب الكورونا فيروس وارتفاع هذا الرقم هو يعتبر خطر جدا والتريدنج ايكونومي شافت بان هذا الرقم راح يرتفع بعد بال 2021 وراح يوصل الى 117 وهذا يعني باختصار انه فرنسا راح تكون عاجزه في المستقبل على تسديد الديون اذا كانت عندها ديون الان بالاضافه الى ذلك انه راح تتسبب بهلع في الاسواق المحليه وفي الاسواق العالميه وبالتالي هذه الصفقات كان من الممكن ان تعالج عدد من الامور على هذا المستوى وايضا هم يعانون على عدد من المستويات مستويين هنا خاصه هذا المستوى اللي هو الجوفرمنت بادجت اللي هي ميزانيه الحكومه الان واصله الى حد 2020 سالب 9 2% وهذا طبعا يعني على السالب الميزانية الحكومة الفرنسية صدق أو لا تصدق وكذلك أنه عملية الـ Unemployment Rate اللي هي البطالة واصلة إلى نسبة 8% وهذه نسبة عالية المفروض هي تكون 2 إلى 2.5% على مستوى وعلى دولة تعتبر هي ثالث دولة نووية ووحدة من الدول الكبيرة والمهمة على أعلى المستويات اللي هي فرنسا فلذلك كان من المفترض لهذه الصفقات أن تحقق الكثير والكثير لفرنسا ولكن هذه تفتح فرصه الى العراق انه تجعل العراق مع تقارب فرنسا مع العراق حقيقه وان تكون بديله للولايات المتحده الامريكيه في العراق والراعيه الاقليميه للعراق كما شاهدنا في قمه بغداد، ومع هذه الصراعات التي تجري فمصائب قوم عند قوم فوائد فهذه تفتح فرصه للعراق انه يتحرك مع هذا التقارب انه تعالوا قد نستطيع شراء طائرات رافال الفرنسيه لكي يستفيد منها العراق مثلا او اي تكنولوجيا متعلقه للجيش العراقي فبالتاكيد هي تفتح فرصه مهمه جدا ولكن الخطر في الموضوع ان هنالك تصدعا في حلف الناتو وتظل طبعا الامور مثيره عندما نتحدث عن طبيعه ما يقوم به جو بايدن وادارته من نشر لهذه القوات التي لم يكن متوقعا ابدا ان يتم هذا الامر وها هو يتم في الداخل العراقي ويظل وتظل الاسئله وعلامات الاستفهام حول ما الذي سيحدث في الفتره القادمه